تصريحات للإعلامي الجزائري الكبير الأستاذ حفيظ دراجي حول عودة محمد أبو تريكة إلى مصر وتولي منصب في النادي الأهلي وأمور كثيرة جدا، وتم الحديث في هذا الأمر حوالين إن هو تصريحات خاصة أو حوار كان بين مستر حفيظ دراجي وبين صحيفة الرياضية السعودية. حاولت من خلال صحيفة الرياضية السعودية ان انا اشوف اي حاجة عليها حوالين هذا الامر، ما لقيتش. قلت لا، طب يعني الراجل الكلام ده جه منين؟ وتتناقله صفحات اهلاوية كبيرة، واسم حفيظ دراجي اسم كبير في العالم العربي وفي مجال الرياضة، وبالتالي كان لزاما علينا ان نتواصل مع الاستاذ حفيظ دراجي لمعرفة حقيقة ما حدث ومدار في هذا الامر، لان الكلام كلام كبير جدا وكلام يعني صعب جدا انه يتقال، والمعلومات مدى دقتها ايه، يعني مدى دقتها ايه. ده الراجل حدد في حواره ان ابو تريكة رجع الى مصر في يونيو وسيتولى منصب رفيع في النادي الاهلي، وذلك بالاتفاق بينه وبين الكابتن محمود الخطيب، وتصريحات في منتهى الخطوره، يعني منتهى الخطوره. فبالتالي اقول لك التصريحات لحد ما يبقى جاهز معانا استاذ حفيظ دراجي ويدخل معانا مباشره ان شاء الله لتوضيح الحقائق حول هذه التصريحات. التصريحات التي نشرت في صفحات اهلاويه لا داعي لذكر اسمائها، الاعلامي حفيظ دراجي لصحيفه الرياضيه السعوديه مستأمن الشائعات التي تحيط بنجم الاهلي محمد ابو تريكة والتي يرددها اشخاص موتورين وحقودين. 2، اللي بالك من التصريح اللي جاي، ابو تريكة سيعود الى مصر بداية شهر يوليو القادم، اي بعد اقل من 90 يوما، وهو كلام نهائي، وعلى الجميع ان يبتعدوا عن ابو تريكة وان يتركوه في حاله، لان الجميع سيعرف قيمته في وقت يعرفون كم ظلموه. 3، ابو تريكة كما قال لي الخطيب شخصيا هو قدوة وسيكون له مهام بالاهلي فور عودته، وانه يثق في وطنية ابو تريكة. 4، الخطيب وابو تريكة وجهان لعملة واحدة ينظر الزمان بمثلهما. 5، الخطيب ابلغني انه عند عودة ابو تريكة سينضم فورا الى لجنة التخطيط ويتولى التعاقد مع صفقات جديدة. ابو تريكة مصري مخلص وعاشق لمصر ويحب ترابها ويقدر جيشها ويفخر به، وطوال وجوده في قطر ونعلم جميعا العداء والخلافات بين القاهرة والدوحة لم ينجر ابو تريكة الى المهاترات مثل اخرين. تواصلت مع الاستاذ حفيظ دراجي يعني اليوم وبعت له التصريحات دي، قلت له انت قلت التصريحات دي يا استاذ حفيظ، يعني التصريحات دي حضرتك قلتها؟ فقال لي بعتها لي، طب اشوفها يعني. بعتها له شافها ونفى الرجل جملة وتفصيلا ان يكون قد ذكر هذه التصريحات او اجرى اي حوارات مع صحيفة الرياضية السعودية، او ان هو تدخل في هذا الشأن او عنده معلومات في هذا الشأن، واتفقنا على ان احنا نعمل مداخلة مع بعض يوضح فيها كل الحقائق حول هذا الامر. انا بحاول اكلمه واحنا مع بعض، لان هو نفالي الكلام ده كله، قال انا ما لا اتدخل في الشأن المصري، ما عنديش معلومات في هذا الاطار. مين قال ان انا امتلك؟ نطلبه تاني اهوت، لان الكلام اللي متقال على لسانه هو نفسه نفهولي جملة وتفصيلا، واتفقنا على مداخلة. بس انا قلت له اصلي العصر، اديني صليت العصر ونطلع مع بعض، وهو يقول لنا حقيقة هذه التصريحات وموقفه منها، خاصة وان ينشر كلام على لسان اعلامي كبير بحجم النجم الجزائري او المعلق الجزائري الشهير الاستاذ حفيظ دراجي في هذا الاطار، ده امر يعني بيثير القلق وبيثير الازمات وتدخل، يعني البعض بيعتبره يعني انت ما يعني يقول لك انت مالك، ما تخليك في حالك، انت بتتكلم باسمه ليه؟ ابو تريكة موجود ويقدر يتكلم باسمه. هذا اهو جاي هو بقى يطلبنا، لكن هو نفى جملة وتفصيلا هذه التصريحات، و قال انه لم يدلي باي امر بهذا من هذا النوع من التصريحات، وان هو ما قالهاش، واحنا متفقين يدخل معانا، فننتظر ويتصل بينا، ربما هو كمان بيصلي العصر او حاجه ويتحدث في هذا الامر. طيب، لايك وشير وصلي على سيدنا، لكن الكلام ده لا اساس له من الصحه، ان هو قال ان ابو تريكة رجع لمصر شهر يوليو، لا اساس له من الصحه. ابو تريكة يقدر يقول لنا على صفحاته رجع امتى؟
قال ان ابو تريكه قال ان الخطيب قدوته. اه ده معروف ان الخطيب وابو تريكه وجهان لعمله واحده ينظر الزمان بمثلهما. ان هو قال الكلام ده ما قالش الخطيب ابلغنا انه عن الخطيب ابلغه ابلغ حافظ دراج انه عند عوده ابو تريكه سينضم فورا الى لجنه التخطيط ويتولى التعاقد مع الصفقات الجديده. كل ده لا اساس له من الصحه وفقا لتاكيدات الاستاذ حافظ دراج الذي ننتظر رده كما وعدنا بالتواصل عبر الواتساب ان هو يخش يرد ويوضح وينفي ان هو قال هذه التصريحات. لان هذه التصريحات لما تتقال على لسانه. الو استاذ حفيظ اهلا بحضرتك. الو استاذ حفيظ اهلا بحضرتك. عامل ايه حضرتك اخبارك؟ كله تمام؟ اهلا وسهلا مع حضرتك ابو المعاطي زكي وعاوزين بقى رد حضرتك على التصريحات اللي انا بعتها لك. وكيف رد عليك؟ رد عليك هنا بالتليفون ولا؟ لا احنا على الهوا. ما انا قايل لحضرتك احنا على الهوا دلوقتي. صوت وصوت. اوكي. يعني صوت حضرتك على الهوا دلوقتي. ولا فين انتوا على الهوا؟ اتفضل يا حفيظ اتفضل. حبيبي اولا شكرا على انك اعطيتني هذه الفرصه للتوضيح. ثانيا انا عمري ولا صرحت مثل هكذا التصريحات التي شفتها في بعض الوسائط التواصل الاجتماعي. بعدين لا يحق لي ان اتكلم باسم لا الكابتن محمد ابو تريكه ولا غيره. ممكن ندلي تصريحات فيما يتعلق بمواقفي وبارائي انا ما فيما يتعلق بالناس. فانا استغربت انه ينشر على لساني كلام مثل هذا لا يعنيني بطريقه مباشره يعني. وبعدين فيه اشياء تتعلق بشكل اخر. وفي اشياء تتعلق بانه انا تواصلت مع كابتن خطيب رئيس نادي الاهلي. انا ما تواصلت مع اي واحد بشان الكابتن محمد ابو تريكه اللي يبقى عزيز وغالي في تواصل مع دائما. لكن لا يحق لي ان اتحدث باسمه ولا يحق لهذه الجريده او لهذه الوسيله انها تكتب على السنه الناس اشياء غير صحيحه. انا اسف جدا وحزين على ان وصلنا الى هكذا امر للاسف الشديد. وشكرا على انك اعطيت لي الفرصه انني اكذب ما ارسلته لي في من تصريحات نسبت الي. طيب استاذ حفيظ رايك ايه في منتخب الجزائر دلوقتي وجمال بالماضي استمراره مع منتخب الجزائر؟ هو اقل الاضرار لو يستمر جمال. استمرار جمال هو اقل الاضرار بالنسبه للمنتخب الجزائري. يتصور بانه لو جمال بالماضي غادر ورئيس الاتحاد ايضا غادر فالمنتخب الجزائري يجد نفسه في فراغ رهيب عشيه انطلاق التصفيات كاس المنتخب في 2023. فاعتقد بان استمراره في تحدي جديد واستجابه ايضا لجماهير عريضه تريد ان يستمر جمال الماضي الذي اراد ان يؤسس ممكن لثقافه انه الاصرار والاستمرار في مواصله رفع التحديات رغم الاخفاقات. يعني. عندك امل في اعاده مباراه الجزائر والكاميرون؟ لا للاسف لا. ولا مصر والسنغال؟ لا 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 للاسف لا. للاسف لا لانه ما في اخطاء تقنيه، في اخطاء تحكيميه اوكي وتقديريه. ما في اخطاء تقنيه تستدعي إعادة المباراة أو فيه أدلة على رشاوي قدمت للحكام أو في إقرار من الحكام على أنهم تلقوا رشاوي أو أخطأوا. فما دون ذلك لا يمكن للمباراة أن تعاد للأسف الشديد. توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في الدور قبل النهائي؟ نظريا الأهلي أقوى والأهلي أفضل. ولكن ما أظهره الوفاق في مباراته أمام الترجي يخوف. من المفروض يخوف الاهلي يعني. لو يكرر مباراه مثل هذه ممكن ينزعج الاهلي. ولكن نظريا اتصور بانه الاهلي سيتاهل للمباراه النهائيه. يتاهل للمباراه النهائيه على حساب وفاق سطيف؟ نعم. طيب لان المنطق يقول هكذا. هل تفضل لمحمد صلاح البقاء في ليفربول او الرحيل؟ نعم افضل ان يبقى في فريق ليفربول. انا شاكر لحضرتك جدا استاذ حفيظ ان انا خدت الوقت ده من وقتك الثمين. وكل سنه وحضرتك طيب. الف شكر. الله يحفظك. شكرا لك. اتفضل. الله يحفظك. الف شكر. مع السلامه. انا حبيت ان انا يعني اوضح الحقائق بالتواصل مع الاستاذ حفيظ دراج اللي التصريحات متقال على اسمه وفي نفس الوقت حتى لا يتم تناقل معلومات غير صحيحه حول نجم كبير زي محمد ابو تريكه له شعبيه جارفه ولا برضه يتم نشر كلام مغلوط حوالين كابتن محمود الخطيب انه وعده بالعوده فورا والتولي العمل في لجنه التخطيط وابرام الصفقات وما الى ذلك.
الامر بالنسبه للكابتن محمد ابو تريكه لديه ازمه قانونيه يحلها وينور مصر ويشرفها. هو مش ممنوع من نزول مصر ينزل في اي وقت وينور الدنيا. لكن خلينا بقى عند راي الصحفي الدراجي ان الاهلي والافضل من وفاق الصيف وسيتاهل باذن الله، وباذن الله ربنا يوفق كده ان شاء الله ويتاهل النادي الاهلي الى المباراه النهائيه. طيب